حياكم الله مشاهدينا. النموذج الماليزي في التعايش بين مختلف الأجناس والأديان يستحق الوقوف أمامه طويلا، خاصة حين نرى مزيج من الأصول المختلفة دون تعصب من أغلبية ضد أقلية ودون احتقان أقلية في وجه أغلبية. يتشكل السكان في ماليزيا من خليط من الملاويين أهل البلد منذ القدم، ونسبتهم الحالية حوالي 65%، علاوة على الصينيين ونسبتهم تقارب إلى 20%، والهنود 15%. ويتعايش هذا الخليط في احترام وتقدير متبادل تحت مظلة القانون. ولكن ما هو سر الخلطة المجتمعية الماليزية؟ جاء الصينيون والهنود إلى ماليزيا منذ عشرات السنين طلبا للعيش، فاستقبلهم المسلمون من سكان البلاد واستوعبهم في المجتمع، وسمحوا لهم بكل رضا ببناء معابدهم ودور عبادتهم إلى جوار مساجد أهل البلد الأصليين، ولم يجدوا غضاضة في ذلك. ولكن كيف استطاع هذا الخليط من المجتمع التوحد؟ ولماذا لم تنشأ صراعات بينهم؟ الإجابة في الشخصية التي جمعت الماليزيين على كلمة واحدة، الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء. خبرته السياسية وحكمته ساهمت في تقديم نموذج حضاري رائع في إدارة الاختلاف والتنوع، القائم على التسامح والحوار وفتح قنوات النقاش والتواصل حول المظالم والتحديات الحقيقية للمكونات العرقية في البلاد، من خلال تقديم تنازلات متبادلة من جميع أطياف المجتمع. كانت الأقليتين الصينية والهندية تسيطران على اقتصاد البلاد، في حين دخل السكان الأصليين الملاويين في دوامة الفقر والبطالة. وهنا طالبهم مهاتير بضرورة السماح بتقديم ميزانية أكبر للسكان الأصليين في قطاعي التعليم والصحة. ومن هنا زادت قناعة الكل بأن السبيل الوحيد لنهضة وتقدم ماليزيا هو التسامح والحوار ونسيان عذابات وجراحات الماضي والتعلق بالمستقبل الواعد القائم على العدالة والمساواة وتقديس الكرامة الإنسانية. ومن الشواهد الواضحة على سيادة مفهوم التسامح في ماليزيا ذات الأغلبية من المسلمين أن بها أكبر تمثال في العالم يقدسه الهندوس. هذا التمثال يقع بالقرب من العاصمة كوالالمبور، ويزوره الهندوس من شتى بقاع الأرض. في العاصمة كوالالمبور أيضاً ترى مجموعة من المعابد البوذية الخاصة بالصينيين إلى جوار المعابد الهندوسية الخاصة بالهنود، كما أن الدستور الماليزي يكفل للمواطن حق ممارسة الحريات والشعائر الدينية بسلام وتآلف، علماً بأن أحكام الشريعة الإسلامية تطبق في المحاكم الشرعية فقط على المسلمين، أما أصحاب الديانات الأخرى فيحتكمون إلى شرائعهم. وقد انعكس تسامح الأغلبية إلى سيكولوجية الشباب الماليزي الذين يشكلون قرابة 70% من إجمالي عدد السكان هناك. فالشباب الماليزي سواء المسلم أو الهندوسي أو السيخي أو المسيحي وغيرهم من الفئات والجماعات العرقية ورث هذه الروح المتسامحة والمتعاونة، فهم يعملون سويا وبدرجة عالية من التنسيق والتوافق، وهدفهم الوحيد يأتي تحت شعار ماليزيا الموحدة.